مجلسنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية. هذا الكتاب صغير الحجم، غزير العلم، قليل الورقات، كثير المنافع والبركات. من قرأه ازداد يقينا بأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي الحق المبين. عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للقرآن لفظا ومعنى. عقيدة أهل السنة والجماعة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه أخذوها. عقيدة أهل السنة والجماعة تكلم بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقدوها وأجمعوا عليها. عقيدة أهل السنة والجماعة توافق المعقول بلا مدافع. عقيدة أهل السنة والجماعة تلائم الفطر بلا حيرة. عقيدة أهل السنة والجماعة فيها الوسطية الحقة، فيها أمر بين وحق واضح لا مدفع له. إذا علم المؤمن هذا، ولا بد أن يعلم إن كان من أهل الإنصاف، إن لم يكن من أهل الاعتداء والتكبر، فإنه لا بد أن يوقن من كل هذا. إذا علم هذا، فكيف يستجيز مسلم أن يدفع عقيدة أهل السنة والجماعة؟ كيف يستجيز مسلم أن يسخر من أهل السنة والجماعة؟ لا شك أن من عرف وأدرك يدرك أن من أعظم الجرائم أن يسخر من أهل هذا الاعتقاد العظيم القائم الذي فيه ما ذكرناه.